لو في مباراه النهارده خارج المستطيل الاخضر ما بين كارتيرون وعلي ماهر، ايه اللي يكسب يا كابتن؟ اللي كسب اللي كسب كارتيرون. انا الكلام في الكوره في الاخر جوي. احنا نتكلم كويس جدا قبل المباراه وبين الشوطين، بس في النهايه بعد المباراه تتكلم عن نفسها. بالظبط كابتن عمرو. لا الحقيقه يا المباراه النهارده كانت متكافئه يعني من وجهه نظري. بس طبعا بالنسبه للفنيات انا شايف ان علي ماهر بيشتغل بشكل جيد جدا. مين اللي كسب فيهم؟ متكافئه يعني اتعادلوا. تعادل لولا الاخطاء التحكيميه. كابتن حازم ساعات خير في الحياه. كابتن حازم تعادل اسفين على الاسعاف. بص انا شايف علي كان ممكن يبتدي الماتش بشكل احسن. يعني اموتو لازم يبتدي اساسي. انا وجهه نظري لما انا راجل زمان كده مثلا شفت اموتو ما بيلعبش ولعب كزاي ده يعني لا بعيد عن اموتو. عمر كمال هداف الدوري او هداف الاسماعيلي المصري. مين يكسب علي بقول لك؟ انا بقول لك انا وجهه نظري كان لاعب مكان عنتر برضه لانه سريع وبيعرف يجيب اجوان كويس. فانا من وجهه نظري كان ابتدى غلط علي. يعني تغيير الشوط يعني الافضليه لكارتيرون.